السلام عليكم، انا الدكتوره رقيه بن جلون، اخصائيه في الامراض النفسيه والعقليه. اليوم غادي نهضروا على الاضطرابات النفسيه ولا التغيرات في المزاج اللي كتصيب النساء ما بعد مرحله ديال الحمل. كنهضروا على النساء اللي ما كيعانيوش من امراض نفسيه من قبل وما كانوش كيتبعوا عند طبيب نفساني قبل ما يكونوا حوامل. بالنسبه للاعراض اللي كتبان في مور الولاده ديال مور الولاده، خصنا نعرفوا ان هذه الفتره هذه هي واحد الفتره ديال الضعف بين قوسين، فولنرابيليتي، بيريود دو فولنرابيليتي بالنسبه للسيده اللي عاد ولدات، لان كيكون واحد اضطرابات هرمونيه واضطرابات من جميع الانواع. السيده كيتبدل الوظيفه ديالها من امراه كتولي ام، فمجموعه من العوامل السيده كتكون في واحد المرحله ديال الضعف. ما بين الاعراض او الاضطرابات اللي قدر تصاب بها السيده في المرحله ما بعد الولاده اللي كنهضروا عليها بزاف وكنسمعوا عليها بزاف هي لو بيبي بلوز. اضطرابات خفيفه اللي عندها علاقه مع المزاج، الاغلبيه ديال السيدات كيعيشوها. ما بين 50-80% ديال السيدات اللي كيولدوا كيعيشوا هذه المرحله ديال لو بيبي بلوز او لو سيندروم دو ثوازيام جور. تيبكيو، تيكونوا على سبه، الاعصاب ديالهم كتكون ما كتحملش بزاف ديال الحوايج، كيحسوا براسهم ما قادرينش انهم يتعاملوا مع هاد الوليد، انهم عمرهم ما غادي يقدروا يربيوه. هاد الامور كتمشي بوحدها، خاصة إذا كان المحيط ديال هاد السيدة كيعاونها على أنها تعيش هاد الفترة ديال ما بعد الولادة. وهنا كيجي الدور المهم ديال كل ما هو طقوس عادات وتقاليد المحيطة بالنفاس. الأمور اللي لقاوها الأولى باش يأطروا هاد المرحلة هذه ما جاتش غير هكاك. كنظن أن في جميع الثقافات الإنسان درك أن المرأة اللي عاد ولدات كتكون ضعيفة، ضعيفة بين قوسين يعني في مرحلة ديال الضعف، وخاص الواحد يتهلا فيها. دونك هاد الطقوس هادو مهمه، فان الدار تكون عامره، ان الحباب يكونوا، ان السيده تكون قريبه من الوالده ديالها الى بغات، انها تكون قريبه من الناس اللي تقدر تحتاجهم الى بغات. فهاد المساعده هادي هي اللي كتخلي هاد لا بيريود ديال بيبي بلوز انها تدوز. كاين انواع اخرى من الاضطرابات النفسيه اللي كتقدر تصيب المراه ما بعد الفتره ديال الولاده اللي كتكون الحده ديالها اكبر، يعني هو بحال ان بيبي بلوز ولكن الدرجه ديالو اكبر واصعب، وكنقدروا نكونوا في حالات ديال الاكتئاب حاده ديال السيده اللي بعض المرات كتحتاج انها تكون معالجه بطريقه طبيه، بعض المرات كنقدروا نحتاجوا اون هوسبيتاليزاسيون في دي زونيتي دو بسيكياتري. وهاد الاعراض هادو عاده ما كتكونش خافيه لا على السيده لا على الوالده ديالها، لان كيكون فريمون شي حاجه مغايره للعاده، ماشي غير ان سامبل بيبي بلوز. وفاش كتكون اون ديبرسيون يعني حاله ديال الاكتئاب، اون ديبرسيون دو بوست بارتوم او اون بسيكوز دو بوست بارتوم، يعني هذيان اللي غادي يجي مر الفتره ديال الولاده، فضروري من اجل الصحه والسلامه ديال الام وديال هذاك الوليد ان هاد السيده ما نخليوهاش في الدار هي الوليد ديالها، خاصها تدوز وخاصها تعالج. وشكرا. المره الجايه ان شاء الله غادي نهضروا على الجانب النفسي ديال الطريقه ديال الولاده، قيصريه او لا طبيعيه.